طلعت كلاسيك فيزيك يعني بريباريش على حساب كلاسيك فيزيك يعني الجمالي ما لعبش على الضخامة العضلية يعني ركزت على كلاسيك فيزيك ماشي بادي بولدينغ. مين كان طلع كنلقى دراري كبار بادي بولدينغ بزاف يعني كبار لواحد الدرجة اللي مكاينش الجمالية. سلامكم خوت ومرحبا بكم بحال ديما في فيديو جديد. هذا الفيديو غيكون يعني خفيف ظريف على واحد الحاجة كامل عارفين ان اسامة بوخ اللي ديجا درنا عليه فيديو وراه غتلقاوه الفوق كنت دويت لكم عليه وقلت لكم بلي راه عنده واحد الكومبيتيسيون كيوجد ليها وراه موجد ليها وان شاء الله غادي يدير فيها يحقق فيها شي نتيجه اللي غتكون مزيانه ومشرفه وعلاش لا كاملين كنا كنتسناو على انه غيحقق المرتبه الاولى ولا على الاقل يدخل من بين يعني في المرتبه من بين ثلاثه المراتب الاولين. كما كتشوفوا كنطلع في مستوى اللي واعر واعر بزاف كاملين ديجا وريتكم التصاور ونعاود نوريهم لكم ولكن للاسف يعني ما لقاش داكشي اللي كيتسنى هو ديجا يعني طالع ومبريباري على اساس انه غيطلع كلاسيك فيزيك. هو في الاصل كان كيطلع كيلعب مانس فيزيك ولكن دار افور ولعب يعني احتراما لجينيتيك ديالو يعني انه كتعطيه في الكلاسيك وبريبارا الكلاسيك فيزيك اللي عارفين ان الكلاسيك فيزيك من بين المعايير ديالها هي الجماليه. وطلع ملي كيطلع الكومبيتيسيون كيتفاجئ على ان طالعين معاه ناس بودي بويلدينغ. بودي بويلدينغ يعني عارفين ما كتكونش فيها واحد الجماليه كبيره بزاف كيكونش فيها واحد الخصر يعني الحزام مجموع يعني كيكون كتله عضليه كبيره بزاف وهادشي هو ما بريباراش عليه بريباري على اساس كلاسيك فيزيك كيتفاجئ ان طالعين معاه بودي بويلدينغ. وهذا من كان من بين الاسباب اللي ما خلاوش انه يدير شي مرتبه مزيانه وهذا كان مشكل يعني كيتحملوا يعني مول البطوله يعني كيتحملوش بزاف ولكن هو الصراحه ما كان خاصو يحدد يعني انت عارف غيطلعوا عندك بزاف ديال الانواع ديال مانس فيزيك كلاسيك فيزيك وبودي بويلدينغ باش كل واحد ياخذ المرتبه اللي كيستحقها. انا غنخليكم هو اش قال في اللايف ديالو اسامه بوخ يعني شنو هما الاسباب اللي خلاوه ما يربحش وهادشي اللي كاين. ما تنساش دير لايك كومونتير الا عجبك الفيديو وهادشي اللي كان معكم عبدو اسو وكنقولوا لاسامه بوخ ان شاء الله غادي راه منشوف ديجا طرا لك بحال هكا وتعاودت ولكن الثالثه غتكون تابته وان شاء الله غتحقق داكشي اللي كطمح ليه وان شاء الله في راسك وراحنا تايعين فيك وعارفين انك اش كتسوى وعارفين انك راه من بين هادشي اللي ما قلناش احسن جينيتيك ديال كلاسيك فيزيك في المغرب. حاجات وصلوني شكرا بزاف بعدا على الميساج البوزيتيف منكم محتاجهم ديال بصح صراحه شرف هاد الوقايت انني طلعت كلاسيك فيزيك يعني بريباريش على حساب كلاسيك فيزيك يعني الجمالي ما لعبش على الضخامه العضليه يعني ركزت على كلاسيك فيزيك ماشي بادي بولدينغ. مين كان طلع كنلقى دراري كبار بادي بولدينغ بزاف يعني كبار لواحد الدرجه اللي ما كاينش الجماليه كتلقى الحزام ديالو كبير يعني انت دابا الحكام ملي تيحكم شنو تيدير ملي كطلع صافي كيشوف الحزام ديالك عريض اوتوماتيكمون تيبقاش يشوف صافي انت شفتي الكلاسيك فيزيك يعني وليتي تلعب بادي بولدينغ. هادو لا هادو تيشوفوا اللي كبير يدوز يعني اللي كبير هو اللي غيبقى. هادشي الدراري هو اللي خلاني نكع. انا صراحه كنت قلت ما عمري غنعاود نشارك في المغرب ولكن قلت ان هاد البطوله غتكون مزيانه ويكون تحكيم زوين صعب لي داك الشيء حتى هو فيه الدغل بالرجوله حيت تشوف يعني توب 5 ماشي نقولوا الاولاني يستاهل ولكن دوك الرابعه يعني ماشي كلاسيك فيزيك ما يمكنش يعني حتى انا بغيتي تمشي تشارك بهم على برا ماشي كلاسيك فيزيك يعني راه ماشي المعيار ديال كلاسيك فيزيك. المهم الدراري الحمد لله على كل حال حش علينا كاع كما راكم عارفين ما غياثرش علينا في المسيره ديالنا باقي ان شاء الله غنفيزيو شي حاجه بعيده مستر اولمبيا قادرين اننا نوصلوا مستر اولمبيا ونهزوا الدراب باش نكونوا فاهمين.